نحو تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، اختتمت المرحلة الثانية من مناورات درع الخليج المشترك الأول بالمنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية برية وبحرية وجوية من 24 دولة. التمرين استهدف إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية واستخدام أحدث تقنيات التسليح والنظم العسكرية العالمية للدول المشاركة. ميران درع الخليج المشترك الأول يصنف كأحد أكبر عمليات الحشد لقوات عسكرية في المنطقة، حيث يسعى لتحقيق التعاون المشترك والتنسيق العسكري المتكامل بين الدول المشاركة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة والدول الأعضاء.